السلام عليكم. في أبرز عناوين المسائية لهذا اليوم: الاجتماع الذي عقدته المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك مع ممثلين عن التجار يتوج بالتوقيع على محضر اتفاق بخصوص تطبيق وتنزيل المادة 145 من مدونة الضرائب. تأخر الأمطار وموجة البرد أثرت على النشاط الفلاحي في عدد من المناطق وبشكل متفاوت. الصورة من إقليم الصويرة حيث الخسائر محدودة حسب المديرية الإقليمية للفلاحة. مقتل 5 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مجمعا فندقيا في نيروبي يضم فندقا ومكاتب تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة. مدينة طنجة تحتضن حاليا الدورة 3 لمعرض الجامعات الإسبانية في المغرب، والذي يسعى لاستقطاب طلبة المغاربة لإتمام دراساتهم في الجامعات الإسبانية. السلام عليكم وأهلا بكم إلى آخر عرض إخباري مفصل لهذا اليوم مباشرة من القناة الثانية. البداية بنتائج الاجتماع الذي عقدته المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلين عن التجار أمس وتواصل اليوم بمناقشة كل الإشكاليات التي يشتكي منها التجار. الطرفان توصلا في نهاية الاجتماع إلى اتفاق مبدئي من خلال التوقيع على محضر بخصوص التوضيحات حول تطبيق وتنزيل المادة 145 من مدونة الضرائب. تقرير خالد نجدي وصورة من الرباط ليوسف لطفي. في أجواء تطبعها المسؤولية والوضوح والحوار البناء والجاد، جرى هذا اللقاء بين إدارتي الضرائب والجمارك والتنسيقية الوطنية للمنظمات والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. لقاء توج بالتوصل إلى اتفاق يحسم في عدد من النقاط، في مقدمتها وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الإلكترونية، والتأكيد أنه لن يتم الشروع في إعدادها مستقبلا إلا في إطار مقاربة تشاركية. توصلنا لواحد اتفاقات اللي كانت كتسقيس بالمهنيين من بعد ما الناس داروا اضرابات في جميع انحاء المملكه، اولا على الفوتره الالكترونيه اللي مازال حتى النصوص التطبيقيه ديالها مازال ما جابتهم الحكومه، وما كتهمش التجار وما كتهمش التجار القرب، التجار الصغار والتجار والتجار القرب، كتهم الشركات. وتم كذلك التاكيد على ان التجار القرب غير مطالبين باش يقدموا التعريف الموحد للمقاوله لسيء في المعاملات ديالهم. وكذلك هناك نقطه اخرى غادي تكلف الاداره ديال الضرائب بحل مشكل ديال اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاوله من طرف مقدمي الخدمات. إدارة الجمارك من جانبها بعثت خلال هذا اللقاء رسائل طمأنة للتنسيقية والتجار، حيث أكدت أنها اعتمدت تدابير مبسطة للنقل الجماعي للبضائع، وأنها تقوم بإجراء مراقبة بأساليب تتصف بالمرونة والواقعية ومراعاة خصوصية الاقتصاد الوطني وتجارة القرب. المراقبة الجمركية تهم البضائع ذات الأصل الأجنبي ولا تشمل البضائع والمنتوجات ذات المصدر المغربي، وبالتالي الحجز لا في نهاية المطاف لا يشمل إلى البضائع الأجنبية الموجودة في وضعية غير قانونية، أي البضائع المهربة. لذلك انطلاقا من هذا النقاش تمت بلورة اتفاق مفاده اعتبار الفاتورة أو البون أو أي وثيقة تقوم مقامهما، يعتبر هذه الوثائق سندا لإثبات سلامة حيازة البضائع. الاتفاق ينص أيضا على محاربة التهريب بهدف حماية المستهلك والاقتصاد والمنتوجات الوطنية، ويدعو إلى مؤسسة الحوار وتشكيل لجنة لتتبع تنفيذ الاتفاق وتنظيم لقاءات جهوية لشرح وتبسيط الإجراءات الضريبية. بعد مجلس النواب، رئيس الحكومة قدم أمام مجلس المستشارين اليوم خلال جلسة عمومية الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة. الجلسة خصصت لمناقشة موضوعي السياسات العمومية لمواجهة الفقر والهشاشة خصوصا في العالم القروي، والجهوية المتقدمة وإشكاليات إدماج الشباب وتثمين قدرات القطاع الفلاحي. روبورتاج عبد الحفيظ المنور.
رئيس الحكومة يستعرض أمام المستشارين البرامج الحكومية لمواجهة الفقر والهشاشة في العالم القروي. 50 مليار درهم تم تخصيصها لذلك، بالإضافة إلى مخطط فك العزلة عن العالم القروي والذي خصص له غلاف مالي يصل إلى 28 مليار درهم. دعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، التعليم، الصحة والحماية الاجتماعية بالخصوص، ولا دعم جميع البرامج الاجتماعية الموجهة لهذه الفئات كلها في السنة ديال 2019 غادي تطلع الميزانية ديالها ويتدعم أكثر. عمل حكومي يراه المستشارون غير كاف لمواجهة الفقر والهشاشة والذي يتطلب برأيهم مضاعفة الجهود. هناك توسع وتراكم ديال هاد الظاهرة ديال الفقر والهشاشة في العالم القروي، وكتنوع وكتخلق مظاهر جديدة في هاد الظاهرة ديال الهشاشة والفقر. دي إشكالية كبيرة، بحيث هاد الهشاشة وهاد الفقر كله جاي من عدم العناية بالعالم القروي، لأن كل شيء جاي من البادية. رئيس الحكومة اعتبر أن فئة الشباب تحظى باهتمام كبير، وقد تم فتح مجالات للتكوين والإدماج، وهي مسؤوليات جديدة باتت تتقاسمها الجهات كذلك. هناك بكل صراحة واحد النوع ديال الشباب اللي خصهم تكوين، لا في المجال ديال الفلاحة لا في المجال الصناعة التقليدية، اللي كيخص الجهة اللي كتعطي لها المسؤولية ديالها في إطار الاختصاصات ديالها، اللي كيخص هذه الحكومة بأن بزاف ديال المسائل اللي كتنتظرها. رئيس الحكومة وخلال هذه الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين أكد أيضا أن فئة الشباب سيتم ضمان إدماجها في التشغيل من خلال البعد الجهوي في إطار التعاقد المركزي مع الجهات، وقد توقف عند المخططات الفلاحية الجهوية التي ترى الحكومة أنها ستضمن التكوين المهني والإدماج في المجال الفلاحي من خلال برنامج تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق. في المجال الفلاحي، تأخر الأمطار وموجة البرد أثرتا على النشاط الفلاحي في عدد من المناطق وبشكل متفاوت. بإقليم الصويرة الخسائر محدودة حسب المديرية الإقليمية للفلاحة، ومخاوف الفلاحين لن يبددها إلا غيث السماء بالنسبة للمناطق البورية. روبورتاج يونس الصباح والتحرير لشيماء العلام. تباشير أولى لتساقطات لم تكتمل فرحتها. فلاحو تعاونية سيد الناجي بمنطقة الشيضمة كبدتهم موجة الجريحة خسائر مهمة. فارينا والزرع والقمح وداكشي كلشي يضر عندنا. هاد الجريحة أثرت حتى على الزيتون، ونطلب الله تبارك وتعالى وشو هاتا كتشوف حال العظيم، كتشوف الأرض كيف دايرة، ما هادش تاوبات في الحارة خصهم الإعانة. هيم صافي ما بقاتش، بدات تلزم شيز الغله مشات وكرجا والله، وهاد المحكمه ديالنا تروف علينا تروف علينا سيدي ربي. المديريه الاقليميه للفلاحه بالصويره تؤكد ان الاضرار تظل محدوده مقارنه باهميه الانتاج الفلاحي في المنطقه. الامطار كانت الحمد لله كانت بوفره، الفلاحات شجعوا ونضوا كيستعملوا عوامل الانتاج، وكذلك يعني وصلنا للبرنامج اللي كان مسطر اللي هو تقريبا 180 الف هكتار اللي وصلناها من الحبوب. لكن المشيئه ديال الاقدار انها هاد التاثير ديال المناخ اللي كاين دابا، خصوصا يعني البرد اللي كاين اللي اثر شي شويه على المزروعات الخريفيه، هاد التاثير كان متفاوت من منطقه الى اخرى، وكذلك يعني على حسب واش الزراعة كانت بكرية ولا مزوزية. وما تزال أعين الفلاحين تراقب نشرات أحوال الطقس، آملين قدوم قطرات الغيث لإنجاح موسمهم الفلاحي. دوليا، في كينيا أعلنت مصادر أمنية أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح في الانفجار الذي وقع بعد زوال اليوم جوار فندق بالعاصمة نيروبي. وقد سرع التنظيم المتطرف لحركة الشباب الصومالية بإعلان مسؤوليته عن هذا الهجوم الإرهابي. تقرير زهراء تحل. حوالي 3 بعد الزوال بتوقيت المحلي الكيني تعالت أصوات الرصاص، وقبلها سمع دوي انفجار في محيط مجمع يضم فندقا ومكاتب تشغلها شركات عالمية في العاصمة نيروبي. وسط حالة من الذعر أخلي الموظفون من مكاتبهم وطوقت قوات الأمن المكان. حاولنا الهروب إلى الخارج بعد سماع دوي الانفجار، لكن مع توالي إطلاق الرصاص لم نستطع تحديد مصدره، فتراجعنا واختبأنا داخل المكاتب.
تناقلت وسائل إعلام محلية سقوط قتلى وجرحى في الهجوم الذي رجحت السلطات أن يكون إرهابيا قبل أن تتأكد الفرضية بتبني حركة الشباب المتطرفة المسؤولية عن الهجوم. نطلب من الناس في هذه المرحلة التزام الهدوء والتعاون والتجاوب مع تعليمات قوات الأمن في انتظار عودة الوضع إلى طبيعته. ينضاف هجوم اليوم إلى قائمة طويلة من الهجمات الإرهابية التي طالت كينيا، أشهرها الهجوم على السفارة الأمريكية عام 98 من القرن الماضي، وهجوم 2015 الذي استهدف جامعة شرق البلاد وخلف 150 قتيلا أغلبهم طلبة. في إسبانيا أعلنت الشرطة الكتالونية أنها بدأت اليوم عمليات أمنية واسعة بمدينة برشلونة وإيغوالادا بجهة كتالونيا ضد خلية إرهابية يشتبه في أن عناصرها يتحركون بالمنطقة. هذه العملية الأمنية يشارك فيها أكثر من 100 عنصر من مختلف الوحدات الأمنية، مكنت إلى حد الآن من إلقاء القبض على 3 أشخاص مشتبه فيهم أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية. كما ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم بمانيلفا التابعة لإقليم مالاغا القبض على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي. في بريطانيا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واجهت اليوم نتائج التصويت التاريخي في مجلس العمومي البريطاني، فقد صوت قبل قليل البرلمان البريطاني برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء، ورفض 432 نائبا في مجلس العموم اتفاق الخروج مقابل تأييد 202 من النواب. وأمام رفض البرلمان البريطاني لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فعلى تيريزا ماي أن تعتمد إما خطة بديلة أو تؤجل خروج بريطانيا إلى تاريخ آخر أو تنظيم استفتاء جديد أو إلغاء الانسحاب نهائياً. في المجال البيئي اكتشف علماء أمريكيون وهولنديون أن ذوبان جليد القطب الجنوبي سنويا ازداد 6 مرات خلال العقود 4 الماضية، وأظهرت الدراسة التي نشرت أمس في دورية تصدرها الأكاديمية الوطنية للعلوم أن الذوبان المتسارع قد رفع مناسيب البحار في العالم بأكثر من 1.2 سنتيمتر خلال الفترة الممتدة من 1979 إلى 2017. وقال إيريك ليغنوت كبير الباحثين في هذه الدراسة والبروفيسور في علوم نظم الأرض بجامعة كاليفورنيا إيرفين، إنه مع استمرار كتل الجليد بالذوبان والانفصال بعيدا نتوقع ارتفاعا بمستوى مياه البحار بعدة أمتار بسبب ذوبان جليد هذا القطب خلال القرون المقبلة. في مجال التعليم تحتضن مدينة طنجة حاليا الدورة 3 لمعرض الجامعات الإسبانية في المغرب، والذي يسعى لاستقطاب الطلبة المغاربة لإتمام دراساتهم في الجامعات الإسبانية. بعد مدينة طنجة المعرض سيحط الرحال غدا بالدار البيضاء وسيختتم جولته بالعاصمة الرباط. روبورتاج صديق بن زينة ومحمد الريشي. هنا في الدورة 3 لمعرض الجامعات الإسبانية تحضر 20 جامعة و3 معاهد متخصصة لتقديم عروضها في التعليم العالي. أنا كنقرا في مدينة تطوان في مدرسة إسبانيولية، اليوم جينا لطنجة باش نشوفوا كليات اللي كاينين في إسبانيا، كيعملوا كيوريونا كيفاش عاملة كلية، وحنا كنسقسيوهم شمن مادات عندهم وديكشي باش حنا نعرفوا شنو بغينا نقراو في إسبانيا ونكملوا. أون بون فوتورو، لأن ما كنتمنى يكون عندنا شي أون بون ترافاخو إن إسبانيا.
وما تزال الجامعات الإسبانية تعتبر من بين أفضل الوجهات الدراسية أمام الطلبة المغاربة، وذلك بفضل تميزها الأكاديمي ورسومها الدراسية المنخفضة نسبيا وسعيها الدؤوب نحو التدويل عبر تقديم العديد من البرامج باللغة الإنجليزية. طموحنا هو أن نقدم للطلبة المغاربة تكوينا يمكنهم من الإدماج السريع في سوق الشغل بالمغرب، وذلك من خلال تمكينهم من تكوين دولي متعدد عديد الثقافات وبجودة عالية. إنه معرض مهم يتعلق بانفتاح جامعاتنا على دول الجوار الصديقة من أجل أن يلتحق طلبتها بجامعاتنا للاستفادة من عروض التكوين الجامعي وتطوير الكفاءات لدى الشباب من الطلبة الجامعيين. وبعد محطة طنجة سينظم نفس المعرض بكل من الدار البيضاء والرباط يومي 16 و17 يناير الجاري. وجدير بالإشارة إلى أن إسبانيا تعتبر ثالث وجهة دراسية للطلبة المغاربة بعد فرنسا وألمانيا، وأن نسبة حركية الطلبة المغاربة نحو الجامعات الأجنبية تعتبر هي الأعلى بين الدول المغاربية بنسبة 10%. وخلق جسر تواصل بين طلبة العلم في مجال التغيرات المناخية والأمن الغذائي بكل من كندا وإفريقيا عبر بوابة المغرب عن طريق تكوين الطلاب الأفارقة في معاهد متخصصة في الكيبك كان في صلب اللقاء الكندي المغربي الذي نظمته اليوم بالرباط مجموعة من المؤسسات التعليمية الكندية بتعاون مع المعهد العالي المغربي للتنمية المستدامة. روبورتاج مريم أملال والمولودي زندين. باب تعزيز القدرات المغربية والأفريقية في مجال التغيرات المناخية والأمن الغذائي فتح اليوم أمام مئات الطلبة المغاربة والأفارقة، طلبة سيستفيدون من منح للتكوين في جامعات ومعاهد متخصصة في إقليم كيبك بكندا. يوم للتتويج مجهودات اللي دامت أكثر من 10 سنوات بين المعهد ديالنا مع المعهد الوطني للأبحاث العلمية في كندا ومع الكونسورسيوم ان كليماتولوجي اي ادابتاسيون او شانجمون كليماتيك اورانوس مع لونيفرسيتي شيربروك ودوتر انستيتيوسيون كنديان. خلق جسر دائم بين طلبة العلم في أفريقيا وكندا عبر بوابة المغرب، والإعلان عن مشاريع تنموية شمال جنوب أهداف من بين أخرى تتغير تحقيقها هذه التظاهرة. نحن هنا لنناقش الأمن الغذائي. السؤال المطروح: كيف نجعل خبرتنا وتجاربنا تتناسب مع توقعات المجال الفلاحي مثلا، وكيف يمكننا أن نحسن الاختيار؟ في اعتقادي هذا التعاون سيمكن من تكوين الطلبة في مجال التغيرات المناخية والأمن الغذائي، وهذا سيمكن من نقل التجارب الناجحة لأفريقيا وحل المشاكل التي تتخبط فيها القارة. اتفاقيات شراكة تهدف للتعاون في مجالات التغيرات المناخية والأمن الغذائي والتدبير الطاقي رأت النور اليوم بالتوقيع عليها من طرف مؤسسات ومعاهد علمية مغربية كندية أفريقية. وفي النشرة: زيارة للمركز البين-مهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني زوبول الذي دشنه جلالة الملك سنة 2015. نحو 10,000 مهني وطالب من المغرب ودول إفريقيا تلقوا فيه تكاوينهم في مجال إنتاج البيض وصناعة الأعلاف ومجالات أخرى. روبورتاج داود علوان وسمية الدهيمي. هو مركز لتكوين في مجال الانتاج الحيواني يضم عدة وحدات، منها وحدة خاصة بتكوين في مجال انتاج البيض بأحدث التقنيات وصناعة الأعلاف، ويستقبل مهنيين وطلبة مغاربة وأفارقة. الطلبة ديال المدارس الفلاحية اللي كاينة 52 مدرسة فلاحية تيجيو يديروا عندنا التكوين، كاين الكسابات هما، ومن بعد دابا دزنا التكوين ديال الأفارقة. التكوين اللي كنديرو موجه بالخصوص للحرفيين، كونا ما يفوق 10,000 واحد، وكونا كذلك ما يفوق 150 إفريقي. مجزرة القرب هي وحدة لتعلم الطرق السليمة لذبح الدجاج، والقائمون على هذا القطاع وعنى بأهمية التكوين للرفع من الإنتاجية.
التكوين كيعطي واحد النجاعة أكثر للمربي باش يمكن له يطلع الإنتاجية دياله ويجود الضيعة دياله باش تستمر وتزيد القدام. إنتاج بيض الاستهلاك بالمغرب العام الماضي بلغ نحو 5.8 ملايين وحدة بمعدل 185 بيضة للفرد في السنة. في ختام هذه النشرة، الاجتماع الذي عقدته المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلين عن التجار أمس وتواصل اليوم بمناقشة كل الإشكاليات التي يشتكي منها التجار، انتهى باتفاق الطرفين أو وصولهم إلى اتفاق مبدئي من خلال التوقيع على محضر بخصوص التوضيحات الجديدة حول تطبيق وتنزيل المادة 145 من مدونة الضرائب. وفي أفق اجتماع الغد الذي سيجمع ممثلي التجار بالوزارة الوصية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.